نفس المكسرات منها بكية كنافة خشنة عم بتنباع جاهزة، كوب فستق حلبي أو جبن أو إشطال بدكم إياه، علبة بخاخ بنكهة الزبدة، وكوبين من السكر، كوب من الماء، وعصرة ليمون لتحضير القطر. نحكي عنه بعدين القطر، بس أنا الآن مهتم بعملية تحضير الكنافة باستعمال البخاخ اللي فيهوش فات، زيرو فات. ممتاز. أوكي، الكنافة طبعا بدها تجينا من الفريزر بهالشكل، بدنا نفتحها ونطلعها. وأنا في ناس عم بقطعوها وفي ناس بقطعوهاش، فأنا من جماعة التقطيع. طب شف، إذا كثير صعب إنه الواحد يعمل العجينة تبعت الكنافة بالبيت؟ طبعا بالبيت أكيد، طبعا هاي ماكينات خاصة، هي عبارة عن مي وطحين بس، ما في شيء العجينة فيها، لكن عملية طبخها هي الطريقة، هي الصعوبة. فهون بجيب الكنافة بعد ما عملت لها عملية تقطيع زي ما انتم شايفين، بضيفها. ممتاز. اوكي، نفردها هنا هون. رايح الان انا ان شاء الله بدي اعمل لكم عينه مش كامله، بس هي اعطيكم الفكره كيف نسويها. هاي كمان شويه كنافه هون، راح اخلي الباقي بسويهم بعد البرنامج. عندي هون الكنافه هاي طبعا كثير مرتبه، وممكن حتى تروحوا على محلات بيع الكنافه تشتروا كنافه ناعمه او خشنه، موجود بيبيعوها. ممتاز. هون في هاي المرحله بضيفوا كثير من السمنه في هاي المرحله حتى يخلطوا الكنافه حتى تطلع مفتحه ومحمصه بعد الخبيز. فانا هون شو بدي استخدم؟ البخاخ. طبعا ممكن البعض منكم يستغرب، بس شوفي مالين في شغله هون مهمه جدا. والله هي زاكي بالسمنه البلديه. هي زاكي، لها نكهه غير شكل. عندي هون بضيف الكميه هاي، وبعدين بضيف الفستق الحلبي. الفستق بيكون ما عليه شيء شا؟ ولا شيء ولا شيء. السمك اليوم استخدمته انا السيباس، ولكن ممكن نستخدم اي سمك بدكم اياه، اي سمك بدكم اياه استخدموه، حتى السمك المقطوع راسه اللي بنباع يعني كثير كويس مع الخلطه هاي، سمك الفيليه، سمك مجمد، اي شيء عندكم حسب امكانيات ست البيت. تمام. طب خلينا نقرا المزيد من التعليقات اللي عم توصل على صفحتنا على الفيسبوك. انعام اسماعيل الزواهري، يسعد صباحك بكل خير، بتصبح على جميع الاهل والاقارب في مادبا وعمان وعم تتابعنا من اربد، يسعد صباحك بكل خير. ومشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا من جميع انحاء العالم، يسعد صباحكم وشكرا على متابعتكم. نضغط على الكنافه منيح، بدها 45 دقيقه على حراره 180 مئوي حتى تتحمر من تحت ومن فوق، وبعدين هي طالعه بنضيف عليها قطر. هذا القطر بيكون مصنوع من كوبين من السكر وكوب من الماء وعصره ليمون صغيره. يا لين ممتاز. وشف، احنا حطينا اول شيء العجينه تحت، بعدين عبينا فيها الفستق وردينا غطيناها بالعجينه من فوق. بس زي ما حكيت لكم الطعم، يعني مش رايحين تتوقعوا انه الطعم كنافه اصليه، لانه احنا شلنا كثير عنصر مهم منها اللي هو السمن. طبعا الكنافه طبعا بحطوا عليها سمن كثير، بخلطوها وبحطوا معها كمان ملونات اللون حتى تصير لونها برتقالي. صح، اما هي الاصلي لونها هيك عادي يعني لونها، لكن مهم جدا انه احنا ما نتوقع انه يكون طعمها زي الكنافه، لكن مشتهيها ممكن يعملها وراح ينبسط كثير فيها، وانا متاكد راح يكون سعيد. والفكره اللي انت عملتها شف كمان بقوالب الكب كيك. نعم، انا سهله للستات، سهله كثير، بتسوى بسيطه كثير انه يعمل.